كانت زيارة روحية صرف خالص. كانت زيارة طيبة جدا. قابلنا بابا روما، وكان وفد الولاية 10 أشخاص، وفد كبير. كان دي تاني زيارة بعد زيارة البابا من 40 سنة. كان في الزيارة دي عضو شارك في الزيارة الأولانية اللي هو نيافة أنبا بخوميوس. احنا تقابلنا مع بابا روما، وجدنا فيه صورة الإنسان إلى أقصى درجة الحقيقة، يعني غير البروتوكولات اللي كانت بتتعمل في زيارة. يعني كان زمان عشان تزوري الفاتيكان لازم يعلمولك هتمشي 15 خطوة وبعد كده تقفي وبعدين تحودي يمين، يعني لها بروتوكول كبير قوي. دي كانت في منتهى البساطة والرقة والجمال والمحبة الفياضة خالص. But also of eminence. Reverence worldwide, particularly in the current historical phase for the interreligious dialogue, has become so important. Papa Paolo VI, che per generazioni e generazioni hanno reso testimonianza. أشكر ربنا، كانت زيارة حلوة قوي قوي، سواء من الوجهة الروحية، من وجهة العلاقات بيننا وبين الفاتيكان، سواء من الوجهة الزيارات. زرنا أثار كتيرة بنقرأ عنها في الكتاب المقدس، والجو العام كان ممتع جدا. صلينا صلاة واشترك الوفد كله، وصلينا في كنيسة خاصة جوه الفاتيكان، وكان متوزع علينا قطع الصلاة كده، صلاة مش يعني مش كنسية، لكن صلاة بمفهوم مسكونة. وكانت الحياة حاجة حلوة خالص. اتفقنا بقى يوميها ان احنا نعمل يوم 10 مايو ده عيد لنا المحبة. عيد المحبة الأخوية بيحتفلوا بيه في روما، بنحتفل بيه هنا في مصر، ونحاول نقرب الناس لبعضها. قدمنا مجموعة من الهدايا لبابا روما، لكن أهم هدية قدمنا له صليب جلد زي ده، مشغول، ده مشغول جلد. جميل. ده بيتعمل بإيد الرهبان والراهبات، فراح فكه ولبسه. الله. قدم لنا هدية لطيفة، كوبي من مخطوط قديم عندهم من القرن الثامن الميلادي، عن جزء في الكتاب المقدس.